المارسين يعني يعتدوا عليهم الى بيوتهم يعني وهم بين نسائهم واطفالهم وضربوهم كل ما يمتلكوا من اسلحه وكذلك من يعني اعدموه وهو في السجن اسير يعني وجرائم كثيره يعني ومن هو في مسيرات سلميه اعزل من السلاح ويقوموا باطلاق النار عليهم يعني بدون رحمه او شفقه يعني لذلك مطالبا بلجنه تقصي الحقائق. سيد طاهر طماح القيادي في الحركه في الحراك الجنوبي من لحج، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. سيد محمد عبد السلام أعود إليك في صعدة مرة جديدة يعني لمناقشة بقية بنود اتفاق أو بقية بنود مبادرة الرئيس صالح. ماذا عن موضوع حكومة الوحدة؟ الحديث عن أن حكومة الوحدة من ضمن التشكيل البرلماني الموجود اليوم في اليمن، أنتم كمجموعة كبرى وموجودة في شمال البلاد كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ نعم، اولا تعقيبا سريع على رجل كريم الذي قال انه يجب ان نرحب، نحن نقول نحن المعنيين بالمعتقلين، ولا شك ان الافراج عن المعتقلين امر يهمنا، فنحن نرحب بهذا، لكن عندما نطلب ان يطبق على ارض الواقع هذا ليس ترحيب، وانما نعرض الواقع الماضي ونريد ان لا نتفائل كثيرا ثم نصطدم. بالنسبه لما صدر في بقيه خطاب الرئيس الجمهوريه حول تشكيل الحكومه، فنحن في المناطق المتضررة في المحافظات الشمالية نعتبر أن إشكالية الحروب ليست بسبب حكومة معينة بقدر ما هو توجه سياسي عام يوجه من خارج البلد في أغلب تفاصيله. في الوقت الراهن نريد في هذه المناطق المتضررة من الحرب معالجة مخلفات الحروب بشكل سريع. هناك ربع مليون ناجح مدمرة منازلهم، عشرات الآلاف من المدرسين والموظفين بلا مساعدات، هناك المئات من المفقودين، هناك التحريض العنصري والطائفي والإقصاء والاستهداف وغير ذلك. فعلى أي حكومة حالية أو قادمة أن تتعامل معنا كشريحة من مكونات المجتمع اليمني، لنا حقوق وواجبات الاضطراري منها إغلاق 6 سنوات عجاف من الحرب والدمار والقتل والاعتقال والمفقودين والتحرير والانتهاك والكثير الكثير من المخلفات الثقيلة. فلذلك نحن الذي يهمنا في الوضع الآن سواء كانت شكلت حكومة وحدة وطنية أم لم تشكل أم بقيت هذه الحكومة، نريد أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه 2004 وأن تمسح كل الآثار والمخلفات الثقيلة، ويجب أن يكون هذا التحرك هو سريع. أما بالنسبة لا يهمنا في الوقت الراهن إلا هذه النظرة، ونعتبر أن ليس حل، لا يمكن أن تؤدي حل، لأنه أي حكومة على أنقاض، حكومة على دمار، حكومة على دماء، حكومة على فكالة، أمين فكالة، حكومة طيب على طيب السيد عبد السلام، بالنسبة للمعتقلين هل تلقيتم أي معلومات حول أعداد المعتقلين المنوي الإفراج عنهم بمبادرة الرئيس؟ تحدث عن مئات وأنتم تقولون هناك آلاف من المعتقلين. هناك معتقلون منذ قبل الحرب الأولى، ومعتقلون من الحرب الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وهناك معتقلون من بعد الحرب السادسة. العدد هو يفوق مما أكثر بكثير، لأن العدد في تزايد. هناك الكثير من المتنفذين داخل السلطة، هناك حتى مشائخ محسوبين على السلطة يمارسون الاعتقالات في بيوتهم، هناك أكثر من سجون سرية، هناك أكثر من استهداف لنا بشكل طائفي وبشكل عنصري، هناك تحريض علينا ما زال في الصحف الرسمية والصحف الشبه الرسمية التابعة لبعض القيادات العسكرية، هناك استهداف في حقنا. فلذلك هنا حملة اعتقالات كبيرة، العدد هو فوق الآلاف، وما نطلبه من السلطة إقلاق هذا الملف بشكل نهائي، أن تفرج عن جميع المعتقلين بلا استثناء ولا يبقى حتى معتقل واحد، والعدد هو يفوق الألف وربما الألفين. ونحن بحكم السجون السرية، بحكم منع الزيارات، بل بعضهم يموت داخل المعتقلات، نحن لا يوجد لدينا إحصائية دقيقة، ولذلك ما يوجد لدينا من إحصائية هي إحصائية عادية، لأن الكثير من السجناء يعني بعيدين من الزيارات لا نعلم عنهم، بل هناك معتقلون لا نعلم عنهم إلا بعد الوفاة. محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين من صادة، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. سيد سيف الوشلي أعود إليك إلى نقطة الحكومة، حكومة الوحدة وموقف المشترك، هل تعتقد أنه من الإمكان فعلا إخراج البلاد من الأزمات المتعددة عبر ما يسمى بحكومة الوحدة؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن يكون للحكومة الحكومة الائتلافية أو حكومة الوحدة الذي دعاها إليها أن تكون هي المخرج لمشاكل البلد، أولا استدعاء لتشكيل الحكومة فقط لتكتل اللقاء المشترك، هذا هو إقصاء للقوى الحقيقية التي هي الحوثيون
وكذلك الحراك الوطني الجنوبي، هذول هم الذين أصبحوا الرقم الصعب والأساسي في المعادلة السياسية في اليمن. وأحزاب اللقاء المشترك إذا أقدمت على هذه الخطوة فإنها خطوة غبية جدا، وسيضر بمستقبلها وسيضعها أمام المحك وسيفقدها شعبيتها تماما، وربما سيعتبرها الكثير من السياسيين والوطنيين في اليمن خيانة، لأن هذا سيكون عامل عون وإبقاء وتمديد لهذا النظام في بقائه في السلطة. مشاكل اليمن كما ذكرنا أنه أصبحت لا يمكن أن تحل إلا بتنحي هذا الرئيس عن السلطة، وهذا الشيء الذي نحن حقيقة كنا نتمنى وكنا نتوقعه. كان بعض الناس يتوقع أنه في خطابه بالأمس يعلن عن تنحية الوشلي الناشط السياسي اليمني من برلين، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. إذن مبادرة منظورة ومواقف منتظرة، كان هذا موضوع حلقة اليوم من تحت الضوء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.